بالنسبة لمنطقة غزة اعتمدنا حكمة الأرض أنه عندنا مشكلة في نقص الأراضي في قطاع غزة. 60 دونم سنويا بيتم استخدامها للنفايات الصلبة وخلافه. استخدمنا حكمة الأرض بأنه يعني إعادة التدوير، تدوير النفايات، فرزها وتدويرها. الآن كل اللوكيشنز حوالي 25 موقع في قطاع غزة، الطلاب بيتعلموا طريقة فرز النفايات، بيتعلموا كيف يستفيدوا من المواد الغير اللي يفترض أنها يتم إلقائها في القمامة. ألعاب الصيف وفرت حوالي 2236 فرصة عمل. ألعاب الصيف كمان دعمت الاقتصاد المحلي بمبلغ مالي موازنة يعني لشراء الوجبات الخفيفة. احنا يعني في خلال 3 أسابيع حنستهلك تقريبا 1,000,000 عبوة من العصير و1,000,000 تقريبا قطعة من البسكويت. هذه طبعا تنتج محليا، بالتأكيد المصنع اللي بينتج حيضطر انه يوظف عمالة جديدة، بده شاحنات عشان تنقل البضاعة، بده يعني أيد عاملة، يعني فحيكون برضو في إشي عائد إلى الناس. طبعا صحيح انه فترة المشروع فترة قصيرة اللي هي 3 أسابيع، لكن نأمل العام القادم إن شاء الله أن يكون هناك 6 أسابيع للمرح. بقعد اتغدى وبنزل العب وبنطلع امرات على البحر، امرات ابوي بياخدنا بنطلع. التدوير الأوراق اللي بنرميها، العصير أو البسكوت بناخذهم وبنلزقهم أو بنعمل فيهم أشكال كثير. <تصفيق>